شنو السبب تاع الاعتصام ديالكم الان؟ سبب الاعتصام ديالنا هو غياب حوار جاد ومسؤول وعدم تماثل الاداره. المجموعه من المطالب ديالنا اللي رفعناها للسيد المندوب ديال التشغيل ورفعناها للسيد السيد العامل وصيفطنا للسيد الوزير، يعني جميع المسؤولين خبرناهم في البلاد بالمطالب ديالنا، وهذه الوقفه هذه واللي هي وقفه واعتصام اللي هو قانوني، وجميع الاجراءات متخذينها كما قلت لك. يعني مجموعه من المطالب اللي عندنا اللي اهمها اللي هو بعد اولا الحوار، ثانيا مطلب ديال القانون الداخلي والقانون الاساسي، اللي احنا ما عندناش قانون اساسي وقانون داخلي اللي تضمن لنا الحقوق باش ما نوقفوش وباش ما نعتصموش، ما عندناش قانون اساسي وقانون داخلي. مجموعه من الحوارات درناها معاهم بدون انهم يلتزموا معنا، وانهم ما تيبيوش يعترفوا بهذا الفرع هذا كفرع تابع لوزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك. كذلك المطلب الثاني اللي هو مجموعه من المنح اللي كانت تعطانا، منها الزياده السنويه، لانه كما تتعرفوا القطاعات العموميه كلهم تياخذوا زياده سنويه، احنا ما تناخذوش هذيك الزياده السنويه. كذلك يعني تسجيل حظيره الشاحنات، لان عندنا واحد الشاحنات اللي هي متهالكه وما بقاتش صالحه للاستعمال. كذلك يعني تشغيل مجموعه من السائقين اللي هما واقفين على العمل واحد المده ديال 5 شهور ولا 6 شهور وما ما تيشتغلوش. كذلك يعني عندنا واحد المطلب ديال المنحه ديال الشهر 13 ولا منحه المردوديه، لان بحكم هما خداوها في مجموعه من الفروع، لا فرع ديال الرباط ولا طنجه ولا المحمديه، بعض المسؤولين خداوها، وفي حين ان العمال الاخرين هنا ما خداوش هذيك المنحه. كذلك عندنا مطلب ديال الحقوق، ماشي مطلب اللي خداوها لينا هما، بحكم كما قلت لك يعني احنا بحكم الظرفيه اللي كاينه ديال كوفيد وبحكم الوضعيه الاقتصاديه الراهنه والاقتصاد العالمي وكذا راعينا لذاك الشيء، وما طلبناهمش مجموعه من المنح، وهما حيدوهم لينا يعني المده هذه ديال 5 سنين ولا 6 سنين ما بقاوش يعطيهم لينا، اللي منها منحه الزواج، منحه الولاده، منحه الوفاه، يعني مجموعه من المنح اللي خداوهم لنا بدون ما يعوضونا بحتى شيء. فصراحة ما تنجمعش كما قلت لكم جميع المسؤولين، ولكن كاين المسؤولين اللي حتى هما معانا ومتضامنين معانا، ولكن في الناس اللي مسؤولين على القطاع هما متعنتين وتيرفضوا الحوار. يعني احنا كمطالب كامله وهما ما باغيينش يديروا حوار باش يحلوا هذا المشكل. يعني احنا تنحملوهم المسؤوليه ديال اننا ماشي المسؤولين على القطاع انه يمشي للهاويه، وانما هما اللي مسؤولين ما باغوش الحوار وما باغوش يتحاوروا معنا. المشكل هو دابا ولا هو غياب حوار جاد ومسؤول من طرف الاداره اللي هي تتسير الامر ديالنا في هاد الشركات. المشكل عموما نقدر نحصروه في عدم فعاليه الاداره في اتخاذ قرارات جريئه من اجل حل المشاكل ديال العمال. هاد المشاكل هذه اللي هي تفاقمت وتراكمت بمرور ديال الوقت، فهناك مجموعه من الاتفاقيات، اتفاقيات راهي معنا دابا، اتفاقيات في 2013 في 2014 بتحمل مسؤوليه. يعني الا بغينا نشوفوا النسق التاريخي ديال المشكل فهو وليد 2011 كان هناك واحد الشراكه بين الدوله في شخص وزاره التجهيز والنقل انذاك واللوجيستيك، وبين شركه ديال ميرسك لاين اللي معروفه عالميا باللوجيستيك. هاد العمال هادو هما العمال اللي كانوا خدامين في الفرع ديال ميرسك لاين في المغرب، وطرا واحد الشراكه بينها وبين وزاره النقل انذاك كان فيها الوزير غلاب عبد الكريم غلاب، واللي قال لنا انذاك ان سيكون هناك مستقبل لوجيستيك في المغرب، وانكم تكونوا وطنيين من اجل انكم تنهضوا باللوجيستيك في الوطن. فهذا الامر حفز الجميع، لا السائقين ولا المستخدمين ديال المخازن، حفزهم وحمسهم من اجل انهم يخدموا المستقبل ديال اللوجيستيك في المغرب، لان كما تنعرفوا احنا اللوجيستيك هو عصب ديال الحياه العصريه، يعني ماشي شي حاجه سهله. تنتفاجئوا بعقليه بعيده كل البعد على تنميه القطاع.